صوت فاون اهلا وسهلا فيكم اعزائي المستمعين والمشاهدين بحلقه جديده من برنامج شباب اليوم. في مهن ما بينعطاها عاده اهميه الا ما يجي الشخص ويعطيها هو الاهميه. في ناس بتحببك بشغله وبتعلقك فيها بمجرد ما تفرجيك شغفها تجاهها. وفي ناس بيصير صعب تتخيل المكان من دونها ومستحيل اكيد تستغني عنها. عم تتخيلوا الباسكت بلا جاجا اهلا وسهلا فيك جايا الكورة ميرسي كثير على هالحكي الحلو شو عملتي؟ ميرسي كثير جمعة نزلنا الاعلان ما في حدا ما حكينا الحمد لله على كل شيء بما انه خيك صباح خوري مم. وانت كبرتي بهالجو كنت تتابع بالديتيلز يعني كيف وصلت على المجال؟ كنت تتخيلي انه حتوصلي حتعملي سبورت جورنالزم صراحه لا ما كنت مش هيدا كان البلان تبعي بس اكيد صباح له ايد كتير كبيره يعني من انا وصغيره فتحت عيوني على هالدنيا صباح حامل هالطابه وطالع على نادي عمشيت وانت بتعرف انه سافر صباح طيب. اربع خمس سنين ورجع إجا على لبنان وهي هيك بلشت القصه بلش مع الحكمه اكيد كل الناس بتعرف صباح شو صباح والحكمه شو وصرنا نحب الحكمه والمزارات بالبيت وحكمه وراح صباح هلا اعتزل وبقيت القصة يعني قبل ما أنا أصلا صير بالإدارة أنا ساجاس فان من زمان منك الحكموية غير لا بيعرفوا بيعرفوا بيعرفو. <applause> بس كنت تتابع الباسكت بالتفاصيل ولا؟ أكيد أكيد نفهم بالباسكت بس اكيد من ورا صباح يعني كنت ولد انا بلحكي. اول ما بلش بس نحنا جو البيت كله سبار عنا جيم كنت اطلع مع صباح النادي اول ما اجى انا لانه قطع شي اربع سنين ما شفته كنت كثير معلقه فيه سو so صباح بالنادي اطلع اقعد بالنادي معه <applause> عشر ساعات ومع الوقت انا خلص بحب بحب لعبه كره السله شو كان بدك تعملي قبل؟ <applause> لا أنا عارفة إنه بدي ادخل مجال الإعلام بس آه ولا كي. مرة حطيت بلان براسي إنه بدي أكون ريبورتر أو يكون عندي بودكاست يعني ما كنت تتخيل بالسبار لا يعني. لا منه صراحة كان تارجت صارت يعني ممكن ترجعي تنقله تصير مش باسكت بس شيء تاني بالإعلام أنا بعمل كتير قصص مع بعض كريس يعني هديك السنة كنت عم أشتغل كمان بتلفزيون عراقي بنفس الوقت باخذ بروجيات يعني ما عندي مشكل أكيد بس إنه بحب كتير ضمان الاسبار والباسكت اكثر شيء كيف وصلت يعني على إم تي في بالاول كنت بوان بس حتى وان كيف فت فت بهالمجال خبرت الخبريه مره قبل خلصت جامعه واشتغلت كاستنج دايركتور باجانس وبعدين قررت اترك <applause> وكنت مره عم بعمل شعري فبيقول لي تبعي انه هو بلش بتي في يشتغل وقال لي انه اذا على تاعي بدهم هي الخبريه كثير بتضحك قال لي بدهم <بدون> مذيع <موزيج> الطقس قلت له طقس انه انا على اساس عندي يعني التقس. لا قبل آه ما آه ياخذوني آه آه على اساس انا يعني شو هال سيفي اللي عندي اياها تفوت دغري عندي <applause> برنامج آه آه كن مش مش... كنت بعدني مخلصه جامعه كنت كثير كنت ولد يعني فقلت قال لي بكي شيء انه نزلي قدمه والحياه فرص يعني هيدا آه لازم كل الناس تتعلم انه ما يفكروا بهي الطريقة آه، رحت على تي في عملت كاستنج وأنا وآ، وفيلي وآ، لي وبلشت أشتغل معهم اسمهم هنا بغداد آه، من بعدها من بعد ما تركت لأنه قعدت شي سنتين ثلاثة هونيك آه، بلشت فتش على شغل وعرفت أنه في كاستنج بي أم تي في وفي كاستنج بي تلفزيون ثاني سو رحت على الاثنين عم اختصر قد ما فيي ديناتهم رجعوا دقوله دق آه، نقيت مع انه مش ام تي في 1 هي الميوزيكال شانل بس انه قلت بدي بلش تو اقوى على الارض واطلع ستيب باي ستيب وهيك صار بتطمحي انه شي نهار تروحي على القنوات مثل مثل بي ان مثلا الرياضيه الدوليه أه، كريس انا بعيش كل يوم بيومه انا ظهرت واشتغلت بابو ظبي تي في يعني اشتغلت برا واشتغلت بلبنان اشتغلت مع تلفزيون عراقي كمان هديك السنه غير يلي اوريدي بلشت فيه بس أه ما بخفى عنك اجاني افر هديك السنه أه بي تي في برا ورفضته لانه عبالي ابقى بلبنان انا شخصيا نصحك صباح قبل ما تفوتي على المجال هو اول شخص دعمني يعني انا اول شيء عملته كان بالبطوله العربيه وقتها كانت بلبنان ما بعرف اذا بتتذكر أكيد. حكيوني من التي في قالوا لي انه توني بارود رح يقدمها وعبالنا بيعرفوا انه كل العالم اللي بتعرف جاجا بتعرف انه بموت بشيء اسمه باسكت فقالوا لي بديك دغري رحت دقيت لصباح في في قصص بالحياه ما بتنسيها يعني بتذكر كيف اخذت التلفون وبعدت عنه ودقيت له قال لي اكيد ما بتفكري مرتين بالموضوع وهيك صارت رجعت ال بي سي كانت الباسكت معها اوريدي رجعت اجت الباسكت على ام تي في كنا بعدنا ب بي... بكورونا وبكل هول القصص ما كنت انت بلا بلا في سنه كنت فيها قبل ما نمضي كونترال ثلاث سنين من بعدها فليت انا على ابو ظبي رجعت جيت بس نصحت نصيحه هيك انه تبعوا شيء ولا بالعكس شجعك فول سبورت؟ آه قد ما بيعرفني ما انه بحاجه يقول كلمه انتبهي يعني لهالدرجه بيعرف انه اخته قويه ما في شك <applause> قديش بيأثر فيك الجمهور يعني بس تفوت على الملعب كنا عم نحكي قبل شوي انه قبل بس كان يفوت غياس يهيصولا هلا صاروا ينطروا هاي تيهيصولا أه لا بهيسو لغياس ولا جاجا ولا الكل <applause> بس ما يزعل الغياس عم <applause> لا لا اكيد هلا بعرف انه <applause> له تحيه أكيد. أكيد ما تحيه انا كتير بحبه لغياس كتير حلو الشغل معه انسان محترم كثير أه كريس بتعرف أه بالحياه كل واحد بيعني له شيء مثلا في ناس تحب كثير تنشهر على حساب ما بعرف أه ما يهمه راي العالم او وات أنا حدا محبة الناس كثير كثير بتأثر فيي، يعني أنا بقول لهم بركي أحلى شيء بيبقى معي لحياتي بعدين أنا يمكن ما أبقى بالباسكت كل حياتي، ما بتعرف شو بيصير بالدنيا، صح. يعني أنا أصلا كان البلان ما أرجع على لبنان بوقتها رجعت جيت، ورجعت جيت على الباسكت يلي كنت أنا قلت ما بدي بقى أرجع ريبورتر، ما لي جلدة هيك كنت عم فكر قبل. فهيدا محبة الناس زارعة شيء فيي ما بعرف كيف بدي اقول اذا فخوره او شو بس بقدر اقول لك انه احلى شيء انا بعمله بحياتي احلى أه شيء حصدته هو محبه الناس غير هوليك القصص كلهم ما بيعنوا له اكيد أه. أه بتفكري انه شي نهار رح توصلي وتعلقي كمان ولا ما بهمك اصلا التعليق؟ لا ما بيهمني شو الفرق برايك انه لا لا يعني؟ ما عندي شغف على هذا الشيء صراحه طب بس تنوضح للمشاهدين بحب انا يكون عندي انتر اكشن مع شخص قدامه آه. يعني البودكاست مش مع الشاشه كثير يعني. لا <applause> بس تنوضح للمشاهدين المستمعين انه انت ما كنت تلعب باسكت لا لانه شفنا فيديو صغير يعني نمر جبل أفتكر... <applause> شو عملت فيه يا نمر <applause> نزل الفيديو نمر وتجرسنا افتكر صباح يعني لا يعرف كمان بيعرف انه بس ولا مره كنت تلعبي انت صغيره؟ نو اوقات بتلعب مع صباح حنان بتسلى وهيك بس ما, ما, كان ما عندي شوطه ما عندي ما عندي ماني موهوبه انا بامن انه في قصص بده يكون عندك شي موهبه شوي مثل الغنى يعني مثل, مثل <applause> <applause> لما يكون في ماتش هو هلا صباح صار مدرب نادي الشانفيل صح لما يكون في ماتش بين الشانفيل والحكمه م. انت بتكوني اعلاميه موضوعيه للام تي في اداريه بالحكمه وخيك كوتش بالشانفيل مع مين بتكون مرة فتت على الملعب ما كان في ما كان عنده شغل أه كان في جيم ساجاس ما كان منقول وصلت هيك على الباب انا انه بستحي كثير انه شلت البوشات بدي ادفع طلع في انه طبعا الاتحاد قال لي ولو انه فوتي بس على اي اساس بدي فوتك اخته لصباح <applause> اعلاميه بام تي في ولا اداريه بالحكمه مبندقه مع مين لا بس؟ أه هلا الموضوعيه شيء وانه انا مع سجاس شيء تاني كريس لانه انا قلتها ورح ضل اقول انه كل شخص عنده رايه هلا انت ما عندك راي أكيد. مع مين حضرتك ما ما بقول ليه ما انا مع الهومنت من اوكي قول ليه ما بدك تقول انا انا الفرق عن غيري انه ماني متخبيه ورا اصبعي <applause> انا مع الحكمه <applause> بس هيدا الشيء ما بيعني انه انا عم غلط بشغلي صح. لانه بدي اقول لك شغله كريس انا بس بلش غلط بالشغل راح راح يصير بالبيت اكيد يعني بس تشوف اداره الام تي في او اي اداره انه انا عم بعمل شيء غلط بشغله ساعتها بصير بش... موضوع مش مزحه بقى. بس انا كاغاغا ولا مره عملت شيء غلط على الارض بعمل شغله على الاخر مزبوط عن جد عن جد على الاخر وهن بيعرفوا هذا الشيء وحتى العالم بيعرفوا هذا الشيء صاروا منتبهين يعني انه غاغا بالشغل شي انا برات الملعب شيء تاني وبرجع بقول كل اعلامي وكل انسان بهالكره الارضيه عنده راي، انا الفرق اني تجرأت اني فوت على اداره نادي الحكمه وأقول بالعلن انه انا مع الحكمه، وانا شخص ماني مستفز، شخص محترم، كل الناس بتحترمني، والدليل انه انا على اي ملعب بفوت فيه ما في شخص واحد بقلل معي اخلاق، ما في حدا بيحكي عني كلمه غلط، لانه انا شخص مش مستفز وصريح وعم بعمل شغلي على الاخر يعني ولا شخص ولا اداره بتتحسس منه يعني ما عندك عالم بتقول يي بينزعجوا من جاجا انه كيف تكون ريبورتر حتى ما حدا علق عم تتخيل قد انا حدا محظوظ يعني ما كان عندي مشكله بهذا الموضوع برجع بقول لك بخلص شغلي على ارض الملعب مزبوط وانا كريس أدياند اوف ما بغير شيء على ارض الملعب انا ماني حكم انا ماني ما يعني رايي لا رح يقدم ولا رح ياخر انا علي ضل بنت موضوعيه بروفيشنال على الهوا ربحت ميروبة على الحكمة أنا بسكت بروح عم ببتسم بقول مبروك في العبيتة ببكي برقص هيدا صار شيء تاني أنا اللي علي أعمله عم بعمل واجباتي على الهوا وما عم غلط بشيء بس مش صعب هيدا الشيء صعب <applause> ومش صعب رح اقول لك ليه لانه انا طول عمري بحب الحكمه وعم بشتغل وما حدا بس عم بس مش الشيء عم بغلط يعني. هلا صار عندي بوست بنادي الحكمه اي اي توتالي اندرستاند شو 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 سؤالك بس انه صعبه آه صعبه كمان صعبه بس شانفيل تلعب ضد حكمه كمان خي بتسال عليه شوي يا الله صباح بس بيعصي بسرعه صباح لا هو هن على الملعب شوي انا بقول له بفش خلقه <applause> ضد الهومنت بيعصب انتو كمان صح بس <تصفيق> لا نحن هون اكثريه انتبه بس الكل بنحبك كمان رح يصير لا لا, <applause> لا. على فكره هي المشكله اللي صار مش مع صباح صح. في كتير ناس سالتني عن اخر مشكل صار مخص اهالي علقوا <applause> مع لا. حدا من أنا الرابطه انا عم بحكي اه عم تحكي عن سنه الانترنيك بيعصب بسرعه بس يا الله في صبي اكيد انت بتعرفوا معهم هومنتمن بضل يعمل هيك شو اسمه رافي صح انا قبل كنت هيك رافي يسمي لي بدني بعدين ببرم بقول له شو بدك تسكت بعد ولا لا صرنا نمزح يعني كرمالك صار يسكت رافي اوعى خي وهلا صرنا هيك شوفوا بسالي عليه وهيك قبل كان شوي عصبني بالبيت ما ما بكفي جو الماتش بالبيت تزري بنرجع نحضر جيم مره ثانيه ما بتعرف انت لا لا مجانين بالبيت انا, بعرف أنا ناس بوصل على لا لا انا بوصل على البيت اختي امي كلنا بنقعد برا بنرجع بنحضر الجيم مره ثانيه بتصير النظر وحلي الام بتفهم كثير باسكت لازم اختك تلعب لا لا امي كثير فهمانه بتفهم كثير بالباسكت من وين اجى اسم غاغا او تسميه غاغا انه مين بلش انا كل كل اصحابي بعيطوا لي غاغا بس هو يلي تعرف انه ولا مره اعطيناه كرادي لغياس هو غياس يلي أجل. يلي بلش يقول لي غاغا على الهوا وهيك صارت هو اصلا مشهور بالالقاب مزبوط الأ... هلا انه ما كان يعيط لي جايال كان يقول لي جاجا وهيك مشيت، بس هي اوريدي انا بالبيت كلهم بعيطوا لي جاجا يعني واصحابي وهيك هيدا يمكن من صباح عرفه ايه يمكن <applause> آه شو صار حدث ايجابي مع خلينا نقول مع صباح لانه مش جو بالباسكت بتتذكريه انت صغيرة يمكن او وحدث سلبي كمان اذا بدك تتذكري شي مومنت آه بالباسكت ايه او اذا بدك آه في آه شوطة ضد الشانفيل ما بنسيها انا لصباح تتذكره؟ كان عم آه. يشوط الفري ثروز آه. كارل ساركيز. يمكن آه. آه هيدي الشوطة مع انه كثير كثير عمل قصص آه حلوين بس هيدي كثير بتاثر فيها لانه نحن وقتها ما طلعنا على الملعب هيدا النهار انا واهلي وانا كنت ماسكه صوره العذراء <applause> <applause> كنت ماسكة صورة العذرة فبس حتى صباح الشوطة قمت ووقعت وانكسرت صورة العذرة ف بتصدق بعدها ملزقينها وتركينا بالبيت زعلت وقتها لانه انا مش بقصدي بس قلت قد ايه انانيه انه كبيت كل شيء بس عم بس خيحت <applause> بس صباح حتى انه مثل كانه بينت انه انا ما كبيت بس قاعد ما انبسطت هيدي بضل اتذكرها على طول هلا شيء نيجاتيف ما حبيت كيف صباح خلص الكاريير تبعه اوف امم اداريه بالحكمه عم تقولها ايه انا ما كنت بوقتها بعرف ما كنت بوقتها <applause> بس اخذت تشالنج من بعدها ما كانت صعبه عليك انه تاخذي هالتشالنج انه تكوني اداريه بالحكمه من بعد خلينا نقول كل المشاكل اللي قطع فيها صباح مع الحكمه مع انه ما فرجون على الهوا وكذا بس بالنهايه هن مشاكل مع الحكمه ليك لا ما بوافقك الراي لانه تعلمت شغله من صباح كثير مهمه انه صباح بحب نادي الحكمه ريجاردلس مين الاشخاص اللي بقلبه <applause> مين ما كان موجود تعلمت من صباح بكل هالسنين له يا عمي روح عندك افر احسن فل مثلا ليتس سي راح على الصين بده يرجع على الحكمه تعلمت منه هيدا الشغله انه هو ما بيهمه مين الاشخاص وانا ما عم ما عم اقول لك انه الاشخاص عملوا شيء مش منيح بصراحه اوقات تنتبه أو في ظروف وفي اراء بتختلف مش يعني اذا انت عندك راي يعني انت ضدي وانت شخص مش منيح ابدا صح. بس انا لالي صباح خوري فل يعني نهي كاريرته بطريقه كان بيستاهل طريقه احلى لانه هو لعيب كتير كبير ولانه هو شخص محترم وفي في كثير ناس بتقول ليه بنخلط الشخصيه المحترم بالباسكت كله بالحياه موصول على بعضه كله صح كله اخلاقك بتفرضها بشغلك وببيتك ومع اصحابك ويلي ما بيقدر اخلاقك هيدا شيء منه حلو يعني ابدا فبس بس هيدي الشغله بزعل عليها بكارير صباح انه كان لازم ينهيها بطريقه احلى وهو ما بيحكي انا بعرف انه ما خلص ما خلص باسكت وكان مبسوط يعني بس هيدا هي ما ما نصحك انه ما تفوتوا بالاداره؟ ابدا بالعكس كريس رح اقول لك شيء انا اول شخص تعرفت عليه هو جهاد بقردوني اول ما قعدت مع هيدا الشخص أه... ما بعرف كيف بدي اوصف هيدا الشخص شخص كتير منيح أه... ما عنده حق تجاه حدا بتعرف بالحكمة قد ما بتجي إدارة وبتفل إدارة وبيبلشوا كلهم يحكوا على بعض بطريقة يعني إنهم ع على بعض وأنا بكره النيجاتيفيتي ما بدي يعني ما بحب فوت على حياتي مشاكل وحكي وعرفت بس تعرفت على جهاد اكتشفت إنه ما رح أعيش هول القصص ما إجا قال لي أنا بدي أشيل كل العالم اللي كانت تحب الإدارة القديمة مثلا بحكي عن قصص سطحية هلا هو قصص مهمة لا أكيد قصص مهمة أنت بأي انرجي فايت على هذا الفريق صح. بأي موتاليتي أنا شفت أنه الموتاليتي تبع هيدا الشخص بتشبهني ما عنده حقد ما عنده كره مش قاعد على الورقة والقلم يلا كريس بحب جاجا خلي فلع البيت هيدا بحب مدري مين ومحسوبيات إجا بده يجرب قد ما في يحسن ويطور بهيدا النادي وانت بتعرف كريس مصاري شق كتير مهم بالادارات ما حدا يقول لا شخص عم بيحط من جيبته عم يتعب آه, عمل لجنة إدارية تحية لهم كلهم أنا بركي عندي فرصة على طول أطلع وأحكي كلهم جورج خليل جورج مرهج آه, أنتوني نعمة آه, جوزيف ساوما نيلا كارولين بحبكم كلكم ما بدي انسى حدا راغب سمير صالح كلهم 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 نحن 11 شخص يمكن كل واحد عنده شخصيه بس نحنا عن جد 11 شخص بقدر اقول لك عنا نيه صافيه وعن جد عم نشتغل من قلبنا كرمال النادي و بدي اقول له مرسي لجهاد انه وثق فيي انا بقول جهاد لانه بعتبره مثل خي كبير لالي يعني ما بقول استاذ ونائب وكذا أه وراغب بحبه كثير كمان جاءت تعرفت على راغب وعلى كل اللجنه يعني صرنا شوي شوي اتعرف عليهم بس انا اللي خلاني اقول اوكي انه شفت الفايب تبع جهاد وبدي اقول لك شغله كريس يعني الادارات مثل حيالها شغل انت ممكن بكره تفل هون من الراديو هذا الشيء ما بيعني انه هن هون عالم ما بيسوا يعني انا كمان فكرت بهيدا المنطق انه انا بفوت وبجرب سنس انا بحب كثير الحكمه واجتنا هيدي الفرصه ونحنا كلنا صغار يعني مش عالم كتير كبار وانتوني بعد اصغر مني يعني ناس جان ف حبيت اخذ هيدا الاكسبيرينس وهيدا التشالنج وحمد لله ماشيين صح وان شاء الله يعني اللي جاي بعد احلى واحلى هذا شيء بتعدي لا وعد ولا شيء لك بدي اقول لك شغله في كثير ناس عم يسمعونا لا ينبصده. اكيد 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 بس بدي اقول لك انا اول ما جيت على النادي سويدا لي تعي طلعي شو امينة سر نادي الحكمة وهيك قال ما بدي اطلع هلا مش جاي اعمل حركات دا يعني انه انا جاجا جا امينة سر انا كل المراكز بالحياة ما بتعني لي. صدقني ما بتعني لي. انا اللي بيعني لي انه هدول الاشخاص شافوا في حدا بينوثق فيه شخص قد المسؤوليه وانا عندي كتير مسؤوليات عندي كتير شغل عم بعطي وقت كثير لنادي الحكمه من قلبي وكثير مبسوطه بس مش يعني لازم كل الوقت خبر العالم انا عم بعمل هيك تعالوا قولوا لي ميرسي يعني ما بدي وما بحب اطلع احكي انا اصلا ضد بخبرك شغله انا بحس انه لازم من كل نادي كيف برا فرد شخص يحكي أحلى. بس ما بحب كثير بوعدكم بدنا نشيل وبدنا نحط يعني هود الوعود كلهن سوا ما كثير تقتل بحب المعنويات بعدين مش حلو بتعطي الناس ماتريال يرجعوا يهجموا عليك صح. بصراحه واحد بيشتغل 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 ما في حدا بيجي على نادي الحكمه لا القديمين ولا نحن الجداد بيكون عنده نيه ما يربح اكيد وعنده نيه يفشل ما حدا حدا بيحب يفشل بالحياه صح. ما حدا هل بتعتقد انه نادي الحكمه قررت تجيب جاجا تتغير صورة نادي الحكمة من بعد كل هالمشاكل انه كامل شو عم نحكي بتعرف ولا مرة سألتهم ليه انا بالذات ما سألت هيدا السؤال بس ما عندي جواب بس ما ما مخ... كل الناس اللي كانوا قبلي كثير منيح بس الاداره كمان بس جان منيحة. وكذا ايه اداره جان بس لانه لا عنو... لا انا عرفت وكذا إيه؟ أنا يعني أكيد الصورة. أنا ما في شك إنه أنا إيمج شخص كتير مرتب وهيك بس إنه ما بحس ما بعرف ما بحس فكروا هيك يعني هو ما تنسى أنا بالجمعية العمومية هدول القصص لأنه مهمين بس أكيد. تعرف ليش جاجا مش غير جاجا لأنه أنا بالجمعية العمومية وأنت تتفوت على الإدارة بدك تكون بقلب هيدي الجمعية صحيح. العمومية صحيح so سو أنا بقول يعرفوني من تي في كثير ناس بيعرفوني بيعرفون, بيعرفون بيعرفوا إنه أنا بركي كان رح يكون عنده تاثير ايجابي وليك انا شخص مش مستفز يعني صح. ما بستفز لا القديمين ولا ال... يعني ما بستفز حدا وكمان كلهم كله مساعد واعلاميه وشاطره بشغلة وهيك بس انه بس تعرفوا إن علي هن حبوني ليه عم اقول لك انا جهاد عن جد خمسه صرت حبه هلا بتقلي جهاد وراغب يعني بحبون كثير وتاني شيء هون بدي اقول بعد شغله سوري يمكن كثير عم بحكي لانه انا بعد ما طلعت وحكيت عن هول المواضيع في ناس مش معنا بالاداره كثير بيتعبوا لنادي الحكمه وسيم ابراهيم عمر هودي عالم بالمكتب مع جهاد يعني باب بعتبره كمان مثل خيي ومثل بي اذا في اقول يعني هولي عالم كمان ما بيطلعوا على الاعلام كثير عم يشتغلوا سو بدي اقول للعالم انه في ناس ما بتعرفوا انتم شو عم يعملوا وسيم ايام ما بينام باب ما بينام من التلفونات هودي عالم كل وقتهم مكرسينه لنادي الحكمه بس ما بيطلعوا على الاعلام وما ما بيقولوا انا عم بعمل وإنتو ما بتعرفوا اساميهم يمكن سو so في كثير عالم عن جد كثير ما بيعرفون العالم عم يشتغلوا للنادي ولمصلحه النادي وكلنا ايد وحده ونيتنا وحده يعني نيه منيحه ان الله رد ما خفت انه تخسر الجمهور؟ انه تصيري بس انه للحكمه؟ بس تصيري اداريه؟ انه كاعلاميه شغله كانت... بس ما تاخدها بطريقه غلط وكل كل الناس تعرف انا ما انا شايفه بحالي ابدا لا لا ابدا ابدا بس كنت عارفه انه ما في شيء رح يتغير ولو طلب منك وقتها انك تكوني اداريه بغير نادي كنت قبلته لا 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 حكموي حكمه صباح حكم صباح حكمه وكان صار كوتش غير فريق بدك أول شيء في شغلة بدها تعرفها الإدارة بالنادي هو منه موظف لا لا أكيد فتصنع. أكيد ايه بس إنه هلا صباح صح وعنده كاريير ما خص هيدا صح. مدرب وعنده كاريير لا بس أنا عم بحكي عن قصة وبدي... الحكماوي طيب بدي أقول لك شيء ما الإنسان إذا بينكر كمان هو من وين بلش يعني صح صباح كل... كل الكرة الأرضية بتعرف إنه بس صباح هلا مع الشانفيل هيك صح صح أكيد وعم يعمل نتائج كثير حلوة وإنسان ليك نحن عندنا شغله انه وين ما نكون بيصير عندنا انتماء، يعني هلا صباح عنده فل 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 انتماء للشانفيل فل انتماء بس انه شو بينكر كل ال 12 سنه يلي عاشون بالحكمه ومحبه الجمهور okay. ما انت بتشوف بس صباح يربح جيم بالشانفيل اول عالم بهنوه جمهور الحكمه so. وهلا صار عنده علاقه كثير حلوه مع جمهور دي شانفيل بدي اقول لك شغله شانفيل فريق كثير كثير كبير so. وانا كثير مبسوطه كمان اكيد كبير نحن شو بنقول فريق كبير لا كتاريخ كمان اكيد تاريخه بس ايضا كمان عنده جمهور كثير كثير كبير وداعمين صباح وانا كثير مبسوطه لانه هو مرتاح ومبسوط وان شاء الله يا رب رح يعمل بعد نتائج اكثر واكثر يعني على طول بيسالوني بتحس رح يعمل بكارير الكوتشنج اكثر من ما كان لعيب عندي ما بعرف قناعه انه قد ايه عمل هو لعيب عمل كثير رح يعمل بعد اكثر كمدرب ومبسوطة أنه هو بالشانفيل والله يوفقه بدي أقول له من هون مبروك غياس ديبرا بكلمة بروفيشنال كتير طب رغب حداد بصفة <applause> إذا بدي أو كلمة يعني عنه إنه شيء عنه رايك فيه مثلا اذا تسهلها ما تكون كلمه واحده إيه لا ما في اقول كلمه واحده رح اقول لك انه راغب شخص بتتعلم منه رح اقول لك من كل حدا شو بتعلم شو رايك ما بحب أكيد. اوصف أوكي. الناس اوكي وناس دير راغب عنيك. بتعلم منه راغب قد ما تعب هيدا السنه انه واحد بس يكون تعبان دغري بيصير في ستريس بيصير شخص عصبي اجريسيف مثلا راغب شخص كل الصعوبات اللي قطعنا فيهم هيدا السنه بتحداك تدق له ما يكون عم يضحك ما يكون ايجاب كل شيء عنده ايجابي كل شيء عنده حل وكل شيء عم بيقوله عم بيصير يعني مثلا انا اذا عندي مشكله وعم بحكي مع راغب على التليفون بتقول لي بتنحل بقول انا يا عمي ما بدها تنحل بتنحل قد ما بيامن وعنده هيدي الانرجي الحلوه بيحله قصه ماركوري كيف بدها تنحل تنحل راغب هيك قال لي بتنحل هو محامي كيف ما عرف ما ما استبق الامور بوسط العالم استضيفه لراغب اذا بدك بعطيك رقمه مش إدارية بس أنا مستضيف إدارية كمان إيه؟ طب ما <applause> <applause> مستضيف إدارية بس حتنحل يعني؟ تنحل إن شاء الله نكسب نحن يمكن ما حدا بيعرف بتكسب كرة السلة أكيد بالجامعة أكرم حلبي أه شو تعلمت منه؟ إذا بدك غيرت الفورمة بس غيرت الفورمة لا بحب اوصف كثير العالم على فكره طلعت ببرنامج وصفت كل الناس بس رح يصير الواحد يوصف كل شيء ايجابي خلص ما الهم مقبول شو بيتعلم الانسان من اكرم؟ اكرم شخص قوي يعني ما في شيء بيكسره إيه؟ مع انه بيقولوا الحكمه والجمهور الحكمه بفكر إن... بيقطع بكثير ابس داونز بس رجع تطلع بيرجع ولا مرة يعني بحسه انكسر شخص قوي هيدي يعني لجمهور الحكمة كمان تا تا على السوشيال ميديا هلا هيدا بالفينال صار في البعض ليك كل كل بتصير اكيد كريس كل شخص عنده رأيه بعد تفكر فيك تقول لشخص هلا اذا حدا ما بيحب جاجا اذا قعدت هلا تقول اجت ومهضومه وتضحكنا وما بده يحبني ما بده يحبني لا هي صعبه صراحه لو ضربت راسه بالحيط هلا مش انا هلا <applause> 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 بس لا, <applause> لا في كل كل شخص عنده رأيه بالحياه والجمهور سنسيتيف مثل ما نحن مثلا اذا انت بتحب شو بيعرفني هو مانتمن ووقع جاري حدا فركشه خلص ما هو الجمهور بيكون سنسيتيف بس انه هجوب بخاتشري شريان، الامين العام للفيلم اه فخر ايه؟ فخر اكيد فخر لنا كانه رجعت غيرت الفورما إيه؟ <applause> على ذوقي لأ انا ما بعرفه على الصعيد الشخصي ما في تعلمت تعلم شيء منه إيه لا بس في اقول لك انه رح اقول لك شو تعلمت من من وصل كلها سوا قد هني عالم هيك حلو هيدا الشيء نحن بتعرف بلبنان مثلا بتتحمس انت بيطلع بالك تنزل على الملعب هيدا بيوصل ممنوع يعني جماعه هيك ما في مزح صح يعني بروفيشنال so الفريق hey. صح انا بعرف كمان من قصه الفريق وقتها وقتها مش مشكل علي منصور انتقدوا كثير الجمهور بس هن الجماعة بروفيشنال مثل ما انت أه حرام عم... أه ع... علي بني لاعب يعني بس أكيد. اللي بيغلط حرام من شيء انا هيك زعلت شفته شو كاتب كمان صح انا بحبه كثير لعلي آه للجمهور اذا مسج صغير بالنهايه نهاية الحلقه لجمهور مش الحكمة لجمهور, لجمهور اللي... كرة السلة صح أو للهومانتمن إذا بدك <applause> لا كمان بدي أقول لك <applause> شغلة لو ما من الجمهور ما في باسكت صح. وكل العالم هلا بتقول إنه باسكت أبت وهيك باسكت أبت بفضل الناس بفضل الاتحاد بفضل الفرق بفضل اللعيبة بفضل غياس بفضل الام تي في يعني هي ميكس من كل شي نحن عم ننقل اللعبة من محل لمحل تاني بدي أقول للجمهور بس بدون يعني بدون مشاكل عن جد وحياة الله منا محرزه كل العالم تسالني مثلا يا عمي انت مثلا كيف صرت بالاداره اقول يا عمي شو شو سياسه نحن هيدا سبار لعبه نحن جايين ننبسط نتسلى هيدا منفس يعني بلبنان السبار هو منفس لكل العالم بعد كل المصايب الصبح منوعة عم مصيبه اكسيدان موت دولار خبز بده يغلى مدري شو الشي الشيء الوحيد اللي بيبسطنا بهالحياه هو السبار انا شخصيا الباسكت كتير كثير عنده تعصب للباسكت هذا طلب من يعني ما فيكم اه بليز, بليز بليز, بليز بدون مشاكل بدون كلام بلا طعمه نسب ام اللعيب واخته اللي جابوها انه هودي بلاهن وخلص لعبه وبدنا نتسلى وبدنا ننبسط و أنا بحس هديك السنة كانت من أحلى السنين عن جد بتاريخ الباسكت بحس هيدي السنة بعد رح تكون أحلى وأحلى إن شاء الله يا رب ايفا <applause> انا بدي اشكرك على الحلقه لك. كانت حلقه سريعه طيب بسرعه بس كانت كتير حلوه ثانك يو ثانك يو كثير ثانك يو فور مستمعينا الكرام شكرا لحسن المتابعه نلتقي جمعة الجاي بضيف جديد